أخبار اليوم. حضرتك برضو من أبرز الملامح في السنة دي في رمضان برامج المقالب، حضرتك شايف إن هي فعلا خرجت عن الخط اللي هو المفروض إن هو ينبغي تقوم بيه برامج هذه البرامج؟ الحقيقة أنا معك تماما، خرجت هذه البرامج المقالبية عن إطارها وصارت يعني بمثابة قدر من الاستفزاز، ويعني هي جزء من الكاميرا الخفية، إنما ليس بهذه الصورة إطلاقا. تعريض أشخاص وفي الغالب فنانين وأدباء ورياضيين إلى مواقف قد تؤدي إلى يعني آثار صحية خطيرة جدا، أمر يعني غير مقبول بصراحة. يعني أيضا بتثار الشكوك بقى أن هذه المقالب متفق عليها قبل كده نظير مبالغ ما شاء الله كبيرة ومغرية، وبالتالي حتى الإحساس أن ده كل متفق عليه يفقدك أي استمتاع بالمتابعة، أي استمتاع. أنت عارف كويس قوي أن هذا الرياضي أو هذا الفنان أو هذه الفنانة عارفين أن النار دي غير حقيقية، وأن هم بس بيمثلوا علينا. شيء وحش قوي أنك تشعر أن بيتم التمثيل عليك ويحاولوا يقنعوك أن ده شيء صحيح فده شيء سيء. الوجه الآخر لو كان حقيقي أنت بتشعر بالانزعاج وترى أن هناك خطرا دائما، لأن إذا كان بعض الفنانين والأدباء والرياضيين اللي بتعرضوا لهذه البرامج يعني بيقولوا إن هم أخذوا أو بيعترفوا، فالبعض الآخر أعتقد بيخوض التجربة بحذافيرها وبيبقى عرضة لأزمة قلبية أو غيره.
الشكل للإيقاف القناعة التي من خلالها تصل هذه الأعمال التي تسيء إلى قيمها وثواب حياتنا من بعد إلى آخر. أستاذ حمدي، أنا سعيد بيك أستاذ حمدي، وبصراحة طيبة. أنا سعيد بيك جدا، وإن شاء الله نلقاكم في مقاطع إن شاء الله. إن شاء الله.